انا لكن عبد الله حظه زين. اي صالح هذا عبد الله خله صالح زين. لا لا عبد الله لان كلنا عباد الله عشان نبعد عن ما ماتوا اول يعني. يا سلام هذا الرجل عبد الله كان رجل سبحان الله ذرب وجلسته حلوه وسوالفه زينه فكان نعم. اللي يشوفه رجال نظر كل الصفات اللي فيه هذه تجذبه لكنه كان فيه عيب انه جبان فكان مع جماعته وهو راح اللي يصنعون السيوف والحدادين وهذا وطلب انه يسوي له سيف من اجمل السيوف وصرف عليه صرف وكتب على سيفه ان عبد الله يقصد نفسه ذبح 100 فارس واعتق 100 فارس وهو لا اي وهو لا ذبح ولا حتى ولا شيء لكنه رجل ذرب ولا جلس مع الناس او شافوه اخ يعني ياكلهم باسلوبه ونظارته وبعدين كلامه جميل فكانوا جماعته في الوقت القديم كان كل ما غزوا ناس هو يقول انا خلوني اخر واحد قال ليش قال بس انا ابخص عندي خطه اي نعم انا ابخص فكان هو يرجع في اخر الجيش فكان فكرته اذا انتصروا جمع الغنائم خذاله لانهم مجهولين بالحرب واذا انهزموا دور وحط رجله لنا اخر واحد فما حد يلحقه فكان هذا عبد الله اجتمعوا جماعته قال يا عبد الله انت رجل ما استفدنا منك وتاخذ دائم غنائمنا ودائم تسوي لنا مشاكل صراحه عبد الله احنا بنطردك خارج القبيله كيف ومنه ويا الربع ومنه ما يصير قالوا خلاص عبد الله احنا قررنا نطردك فطردوا عبد الله عبد الله قام يهيم على وجهه وين اروح وين اروح وين اروح جاء تحت ظل الشجره استظل وخذ له غفوه حلو. لما غفى في تحت الشجره الا جوه قطاع طرق ثلاثه قطاع طرق من اشرس قطاع الطرق فلما جو بيذبحونه راوا على السيف مكتوب انه قتل 100 فارس واعتق 100 فارس قال واحد يا الربع هذا فارس هذا فارس هذا فرصتنا نخليه قائد أيه. علينا ونستفيد منه في غزونا وهذا واضح انه يعني شكله اشعث اغبر والان في خارج المدينه شجاع شكله اي اي نعم فبعده وبعيد قال يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله صحونا منهم صح قال يا عبد الله عطنا الامان عاد هو رساله ذرب وملسون قال لا ابد عليكم الامان وخايف اصلا قال عطنا الامان قال ابد عليكم الامان تعالوا ايش تبون جاء قال يا عبد الله احنا قطاع طرق قال اسلموا قال ايش تبون يعني قال يا عبد الله ان نبيك تصير رئيسنا لكن عندنا ثلاث اختبارات وش الاختبارات هذه قال عندي اختبارين شجاعة واختبار ذكاء واحنا لازم نختبرك هذه الاختبارات يا عبد الله قال عبد الله هابت الأمر سمح وش تبون قال شوف احنا بنروح الديرة فيها كنز لكن الديرة هذه قدامها مشكلة قال وش المشكلة قال المشكلة الأولى ان فيه الوادي هذا فيه أسد فلازم نقتل الأسد وندخل المدينة بعدين نروح اللي ما بعده اللي ما بعده قبيلة من أشرس القبائل لازم نقتلهم بعدها قبيلة ضعيفة وعندها من الخيرات ما الله يبيع عليه فإحنا لازم نتجاوز المرحلتين هذه إيه العائق هالعوائق لازم ننهي هذا العائقين قال هو طيب قال وين الأسد معه قال الأسد دائما حراوي من هنا قال خلاص أنا بروح مع الجهة ذي قالوا وش فيك وكذا قال انا ابخص انا عندي تخطيط وفكره معينه هو طبعا نونيت الشين انا حط رجله فالمهم قال بروح راح مع الجهه الثانيه ويتمشى يتمشى يتمشى المهم الرجال قال شجره فوق ارتفعت فوق الجبل ولقى شجره ونام تحتها سبحان الله الرجل هو نايم على غير وجهته خلاص ذلك يحترونه بينحاش اي بينحاش وي اللي يسمع صوت زئير الاسد والله الاسد جاي الرجال تورط يوم رفع راسه الا الاسد امامه يعني شيء قريب منه قام يسوي ما بلش الشجره رقى فوق الشجره جلس فوق الشجره يا طول العمر شوي الاسد نعم. يعني نام تحت الشجره هذه هو الحين تورط الآن هو فوق شجرة طبعاً هو على غصن والرجل ثقيل وكذا شوي 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 بدأ الغصن انكسر به الغصن إلى أنا على ظهر الأسد طبعاً هم الخوف خايف يطيح مسك شعر الأسد الأسد يركب وكل ما أسرع الأسد مسك بقوة خايف يطيح والأسد من هنا ومن هنا وكل ما طاح الأسد والرجال يمسك شوي الأسد راح بمن يوم ربعه قال ازرقوه بالرمح ازرقوه بالرمح شوي يرمونه بالرمح يموت قلت قال ما شاء الله هذا شجاع اللي جايب الاسد على ظهره لا رجال ما في مثله قال ازرقوه بالرمح قال الربع ده
خطير يعني. وش نسوي؟ قال انا قايل لكم ولو اني بس اني ابغاكم تشاركون معي ما خليتكم تزرقون برا، كان ذبحته قدامكم ذكيته عندكم، بس انا طيبا فيكم وبرا فيكم ابيكم بس تشاركون. قالوا بيض الله وجهك والله انك شجاع، وقام يمدحونه طول الليل وطول الليل يسلفون معه، الرجال انبسط. قام قال بكره، قال بكره نصبح القبيله هذه اللي بنغزيها الشجعان. قال خلاص، قال الربع اعطوني اسرع خيل عندكم. بينحاش هو ناوي النية، قال اعطوني ابرز خيل اسرع خيل عندكم. قالوا قال هذا حق فلان، هذا سابينه من القبيله الفلانيه ودخل سريع وسبوق قال ابد جيبوه. المهم ركب، قال القبيله من وين؟ قال القبيله منه، قال الجهه الثانيه. المهم ينطلق هو لا بفارس ولا خيال، المهم يطيح بالسيف كذا ومعه زي ما تقول العصا هذا كانه السيف حقه، جاب يطيح منه وماسكه ويدخل على القبيله وهو الخيل شبوق ويركض وبالسيف. القبيله هجوا، وش ذا اللي جاينا؟ وذول يشوفونه وخذوا جميع الغنائم وانبسط. قعد طول الليل قال اسمع يا فلان، احنا الان انت الشجاعه ما في كلام، لكن الان جاء معدل الذكاء، ولان احنا مقطع طرق، قلنا منا بجيش نظامي، فنحن نحتاج ذكاء يعني ودهاء مع الشجاعه مع فهلوه. اي نعم. فالمهم قالوا له جيبوا له التنكه. يوم جاب التنكه قال يا فلان طق التنكه ذي وعرف ايش فيها بدون ما تفتح. طق التنكه قلب ما عرف، وياخذ عصاه ويطق التنكه مره ثانيه. المهم الرجال ياخذها ويروح يجلس هناك. قال يا اخي موضوعكم سخيف. هو طبعا الحين يبي يفكر، يقعد يضيع الوقت في الكلام، يبغى يعرف. موضوعكم سخيف وانا ما توقعت. يوم شاف انه ما عرفها مره يبي يعترف له. قال يا الربع انا قصتي معكم بدات بعسل وانتهت بتراب، تراب في وجه العدو. قال بس بيض الله وجهك انت اميرنا، التنكه ذي اسفلها تراب وفوقها حاطين عسل. فهذا لما يجيك الشخص اللي موفق وربي يوفق. لكن في شيء خسرت، هي في شيء حصل وانت تتكلم عن قطع الطرق وكذا، انت اخذت العصا حقتي اي تنها راحت هناك مع هو احنا نوصل ابو ايش رايك ابو علمك ايش رايي انا لحظه